بسم الله الرحمن الرحيم. المستوى الرابع متوسط، الميدان أنشطة هندسية، المقطع الأشعة والانسحاب والمعالم. المورد التعلمي في هذا اليوم إن شاء الله حساب المسافة بين النقطتين في معلم. نبدأ إن شاء الله مع الجزء الأول، حل النشاط 4 صفحة 147، المسافة بين نقطتين. ألف، المعلم المتعامل بتجانس مبدأه أو اعتمادا على الشكل المقابل، اقرا احداثيتي كل من النقط ك ال ام، انقل الشكل المقابل ثم انشئ المثلث ك ال ام. ثالثا، احسب الاطوال ك ام ال ام وك ال كما يظهر في الشكل مع المتعامل بجنس ووجوب ايضا مرصوف. اذا اعتمادا على الشكل المقابل قراءه احداثيه النقط ك ال ام. نأتي إلى المعلم، معنى المتعامل بالجنس وحدته طبعا 1 سنتيمتر. نبدأ مع النقطة ك، إذا على محور الفواصل نقرأ الفاصلة 1 2 3 4 5، إذا فاصلة ك هي 5 أي نسقط على محور الفواصل، إذا هنا 5. بالنسبة للترتيب نسقط على محور الترتيب، إذا هنا 1، إذا العدد 1، إذا أحداثية ك هما 5 1، نسجل 5 1. بالنسبة للنقطة L، L لدينا محور نسقط على محور الفواصل كذلك، عندنا 1 محور الترتيب ناقص 2، إذا ناقص 1 ناقص 2، إذا إحداثية L هما 1 وناقص 2، إذا 1 وناقص 2. بالنسبة للنقطة M كذلك نسقط على محور الفواصل، هنا 5 على محور الترتيب ناقص 2، إذا الفاصلة 5 ترتيب ناقص 2، نسجل إحداثية M هما 5 وناقص 2. المطلوب الثاني 2 هو حساب الأطوال، حساب الأطوال ك L ك M ك M والطول ال ام والطول ك ال ك ال. ناتي الى معنى متعامل بجانس، لاحظ جيدا لدينا مصفوفه يمكن ان نقرا مباشره الطول ال ام، اذا طوله طبعا 1 2 3 4، اذا 1 2 3 4، اذا لدينا الطول هنا ال ام 4، إذن طول ال ام هو 4. بالنسبة للطول ك ام كذلك نقرأ 1 2 3، إذن الطول ك ام هو 3، إذن الطول هو الطول عبارة عن 3. نكمل المثلث، إذن نكمل المثلث ك ام ال. لاحظ جيدا حسب المعنى المتعامل بجنس يكون المثلث قائما، مثلث قائم في النقطة M. إذا وجدنا الطول LM يساوي 4، سجل إذا LM يساوي 4، MK أو KM KM تساوي 3. بالنسبة للطول RK مجهول، نعلم جيدا أن المثلث KML قائم في M يمكن تطبيق خاصيه في فيثاغورس، اذا ملاحظ المثلث ك ال ام نطبق خاصيه فيثاغورس على هذا المثلث، اذا المثلث ك ال ام قائم في النقطه ام، قائم في النقطه ام بتطبيق خاصيه فيثاغورس. غرس نطبق خاصة الغرس، لأن المربع المتر يساوي مجموعة مربعين طولي الذراعين القائمين، معناها ك ال مربع يساوي ك ال مربع زائد ال ال مربع، إذا الطول ك ال مربع، إذا خاصية الغرس ك ال مربع يساوي ال ام مربع، ال ام مربع زائد ك ام مربع زائد ك ام مربع. نأتي للتعويض العددي، وعوض عددين، إذا لدينا ك ام
مربع طبعا الوتر مجهول، اذا ك ال مربع يساوي ال مربع، الان هي 4 مربع زائد ك ال هو 3 مربع، 3 اس 2. اذا لدينا ك ال مربع، مربع 4 مربع هي 16 زائد 3 مربع هي عباره عن 9، عباره عن 9. نكمل الحل هنا، اذا لدينا ك ال مربع، ك ال مربع يساوي 9 زائد 16 25. اذا العدد الذي مربعه 25 هو العدد 5، وبالتالي ك ال هو الجذر التربيعي. اذا ك ال يساوي الجذر التربيعي ل 25. اذا اخيرا نصل الى الحل، اذا ك ال يساوي 5، ك ال يساوي 5. اذا نسجل هنا العدد 5. نبدا مع الجزء الثاني ب، نعتبر ا و ب نقطتين حيث ا اكس ا واي ا، ب اكس بي واي بي، و سي نقطة ذاتيتها واي سي اكس سي واي سي، بحيث ا بي سي مثلث قائم في سي. واحد، اوجد عبارة ا سي بدلالة اكس ا و اكس بي، ثم عبارة بي سي بدلالة اكس ا و واي بي. استنتج عبارة ا بي مربع بدلالة اكس ا و اكس بي واي ا واي بي. ثالثا، انقل واكد اذا كان ا و بي نقطتان من احداثيتها هما اكس ا واي اكس بي واي بي على الترتيب، فان نقاط ا بي تساوي. اذا نبدا مع السؤال الاول. سؤال الاول، اوجد عبارة ا سي بدلالة اكس ا و اكس بي. اذا اوجد السؤال، اوجد طول ا سي، جيدا اذا لدينا معنى بعض المجالس. اذا ا احداثيها اكس ا و ا ب اكس، اذا هنا انا الحدث هي اكس بي و بي الترتيب. اذا لدينا سي نقطه من هذا المعلم، حيث يكون المثلث ا بي سي قائم في النقطه سي. السؤال الاول، اوجد عباره ا سي بدلاله اكس ا و اكس بي، اكس ا و اكس بي، اذا الطول ا سي. لاحظ جيدا ا سي، ا سي يساوي اكس بي ناقص اكس ا، لاحظ فاصلة بي ناقص فاصلة ا يعطينا الطول ا سي. اذا الطول ا سي تساوي اكس بي ناقص اكس ا، اكس بي. اذا ممكن ان نكتب اكس سي ناقص اكس ا، يمكن نكتب اكس سي ناقص اكس ا، لكن اكس سي اذا فاصلة سي نفسها فاصلة بي، يمكن نعوض اكس سي ب اكس بي ونكتب ا سي. اذا اكس سي هي نفسها اكس بي، اي فاصلة بي هي نفسها فاصلة سي، وبالتالي تساوي اكس بي ناقص اكس ا، اذا هذا الطول ا سي. بالنسبة الى السؤال الثاني، ثم عبارة بي سي بدلالة اكس ا يكراك ا ويكراك بي، اذا الطول بي سي، لاحظ جيد بي سي، الطول بي سي يساوي اكس بي واي بي ناقص واي ا، واي بي ناقص واي ا، اذا بي سي او سي بي، نقرا بي سي طول او سي بي وكلاهما عدد موجب، وبالتالي يكتب بالشكل واي بي ناقص واي ا. اذا نواصل مع الطول بي سي، اذا لدينا بي سي يكتب بالشكل اكس بي ناقص اكس ا، اكس بي ناقص اكس ا، اذا بي سي يساوي اكس بي او يعرفوا كراك بي ناقص كراك ا، اذا ترتيب بي، اذا هذا الطول عباره عن كراك بي ناقص كراك ا، اذا يساوي كراك بي كراك بي ناقص كراك ا، كراك بي ناقص كراك ا. بالنسبه الى، استنتج عباره ا بي مربع بدلاله اكس ا واكس بي، ا بي مربع، اذا استنتج ا بي مربع، اذا هذا الطول، اذا هنا ا بي مربع، اذا استنتاج الطول، استنتاج الطول ا بي، ا بي بدلاله اكس بي و اكس ا، اكس بي و اكس ا، و واي بي و واي ا. لاحظ جيد هنا نكتب ا بي، اذا ا بي نكتب ا بي مربع يساوي، اذا الطول
يساوي طول AC، بالتالي AC كتب بالشكل يساوي حسب قياس الفيثاغورس، AB مربع يساوي AC مربع زائد BC مربع. إذا AB مربع هو مربع الوتر يساوي مجموع مربعات طول الذراعين القائمين. فنكتب AB مربع يساوي هذا الطول AC مربع عبارة عن XB XB ناقص XR مربع زائد الطول هذا عبارة عن Y B ناقص YA مربع، YB ناقص YA مربع أس 2. إذن هذا AB مربع. أنقل هيك مما يلي، يبدو أن حساب AB، فلاحظ جيد يمكن أن نحسب AB. إذن AB مربع، إذن AB مربع هو مربع هذا العدد، وبالتالي AB هو أن يأخذ الجذر التربيعي لهذه القيمة. فنكتب AB تساوي، بما أن هذه الأطوار طول موجب يساوي هذا الطول موجب، يمكن أن نقوم الجذر التربيعي للقيمة الثانية نجد AB. إذن AB تساوي XB ناقص XA مربع زائد YB ناقص YA مربع. نحصل على الطول AB، نحصل على الطول AB وهو طول الوتر للمثلث ABC. يعني إذا كانت A و B A نقطة من معلم مزود من مستوى مزود معلم متعدد الجنس، حداثيها XA YA، والنقطة B حداثيها XB YB، فإن الطول AB الطول AB يكتب بالشكل التالي. إذا يساوي XB ناقص XA كل مربع، إذا XB ناقص XA كل مربع زائد YB ناقص YA كل مربع. نأخذ الجذر التربيعي لهذه القيمة نحصل على الطول AB. حوصلة المسافة بين نقطتين المستوى المزود معنى متعامل الجنس ببدأ النقطة O، خاصية إذا كان A حدثيها XA YA وB حدثيها XB YB، فإن المسافة بين نقطتين A و B هي من شكل الطول AB يساوي الجذر التربيعي لXB ناقص XA كل مربع زائد YB ناقص YA كل مربع. ولديكم مثال يظهر كما هو A 5 B ناقص 1 1 نقطتين مستوى مزود معلم متجانس تعدد جانس وحدة 1 سنتيمتر، لدينا XB ناقص XA ناقص 1 ناقص 2 يساوي ناقص 3، ثم YB ناقص YA 1 ناقص 5 يساوي ناقص 4. إذا يأتي XB ناقص XA كل مربع زائد YB ناقص YA كل مربع ناقص 3 مربع زائد ناقص 4 مربع يساوي 9 زائد 16 وتساوي 25. نستنتج أن AB هو الجذر التربيعي لـ 25 أي تساوي 5 تساوي 5. إذا لدينا الاستثمار الجزء الثالث باستعمال عبارة الطول AB المحصل عليه في السؤال 3 من الجزء باء، أوجد من جديد الأطوال KM LM ثم KL. قارن هذه النتائج بالنتائج المحصل عليها في الجزء ألف الجزء الأول. لدينا المعلم مما سبق السؤال ألف بالجزء الأول، وجدنا أنه وجدنا الطول LM يساوي 4 KM يساوي 3 وKL يساوي 5. نريد تطبيق الخاصية، نعلم أن AB باستعمال المعرفة AB الطول تساوي جذر التربيعي لـ XB ناقص XA مربع زائد YB ناقص YA مربع. إذا نقوم بحساب الأطوال التالية، نحسب إذا LM LM يساوي 4. إذا نكتب نطبق هذه الخاصية، إذا LM يساوي الجذر التربيعي مباشرة، إذا LM XM ناقص XL مربع، نكتب XM ناقص XL مربع زائد YM ناقص YL مربع. ثم نقوم بالتعويض العددي، إذا XM هي 5 العدد 5 ناقص 5، إذا XM هي 5 ناقص 1 كل مربع زائد YM هي ناقص 2 ناقص 2 ناقص YL ناقص ناقص 2. لاحظ جيدا بمعنى ناقص ناقص 2، لاحظ هنا تصبح زائد 2 زائد 2، لا ننسى هنا أنه هي أس 2. وبالتالي الآن تساوي الجذر التربيعي 5 ناقص 1 مربع عبارة عن 4 مربع ناقص 2 ناقص ناقص 2 زائد 2 أي تساوي 0، عددان متعاكسان 0
مربع. صفر مربع صفر، إذا الآن يساوي الجذر التربيعي لأربع مربع أي تساوي أربعة، أي تساوي الجذر التربيعي لستة عشر يساوي أربعة، إذا الآن يساوي أربعة. نقارن بما وجدنا سابقا، إذا لاحظ الآن العدد أربعة، وجدنا هنا أيضا أربعة. نواصل نجد الطول كآن، إذا نكتب أيضا كآن، إذا هذا واحد الآن، اثنين كآن، نطبق هنا الصيغة الحرفية أي القانون على كأن مثل ما طبقنا على أ ب، نطبق على كآن، إذا فصيلة آ ناقص فصيلة ك كل أس اثنين، إذا كآن ناقص عفوا لنا، إذا إكس آن فرق الفصيلتين، إذا إكس آن ناقص إكس ك مربع زائد جريك آن ناقص جريك ك مربع تحت الجذر. تعويض العددي، إذا إكس آن ناقص إكس ك، إكس آن هي خمسة ناقص خمسة، إذا الجذر التربيعي، إذا ك آن أيضا دائما تساوي خمسة ناقص خمسة كل مربع زائد إجراك إم، إجراك إم، إجراك إم هي ناقص اثنين ناقص إجراك ك، إجراك ك هي واحد أي ناقص واحد كل مربع، إذا ك إم يساوي الجذر التربيعي خمسة ناقص خمسة مربع عبارة عن صفر مربع، ناقص واحد وناقص اثنين تساوي ناقص ثلاثة مربع، إذا ك إم تساوي الجذر التربيعي لصفر زائد تسعة، صفر زائد تسعة وتساوي جذر تسعة، إذا أخيرا نصل إلى كآن، الجذر التربيعي لتسعة هو العدد ثلاثة. لاحظ جيدا وجدنا كآن يساوي ثلاثة. نبدأ مع الطول كآن، إذا لدينا كآن أيضا يساوي الجذر التربيعي، نطبق قانون هنا أو خاصية، إذا إكس آن ناقص إكس ك كل مربع فاصيل ا ناقص فاصيل ك زائد إجراك ال ناقص إجراك ك مربع. نأتي إلى التعويض العددي، إذا ك ال يساوي جذر تربيعي، دائما جذر تربيعي نبدأ به، إذا الطول فاصيل ك فاصيل ك ناقص فاصيل ال خمسة ناقص واحد، خمسة ناقص واحد مربع زائد إجراك ك، إذا واحد ناقص ناقص اثنين، إذا واحد ناقص ناقص اثنين مربع، وبالتالي ك ال يساوي الجذر التربيعي خمسة ناقص واحد مربع عبارة عن أربعة مربع زائد واحد ناقص ناقص واحد عبارة عن واحد زائد اثنين، واحد ناقص ناقص اثنين عبارة عن واحد زائد اثنين، وبالتالي عبارة عن ثلاثة مربع. إذا ك ال مربع يساوي الجذر التربيعي لستة عشر زائد تسعة، إذا ك ال مربع يساوي الجذر التربيعي لخمسة وعشرون. ما هو العدد الذي مربع خمسة وعشرون؟ هو خمسة، إذا بالتالي نحصل على ك ال يساوي العدد خمسة. لاحظ جيدا وجدناه خمسة سابقا بتطبيق خاصية فيثاغورس. نأتي إلى عدد الاستثمار، احسب نصف قطر الدائرة سي التي مركزها النقطة بي 2 1 وتشمل النقطة ال ناقص واحد واحد ناقص واحد واحد، إذا نحسب نصف قطر الدائرة سي التي مركزها نقطة بي، بي 2 1، إذا لدينا التي مركز، إذا المركز هو بي 2 1، نعلم النقطة بي 2 1، إذا 1 2 فاصل 2 1 الترتيب، إذا هنا النقطة بي، هذه الدائرة تشمل تشمل النقطة ناقص 1 1 آن، إذا ناقص 1 1 تشمل آن ناقص واحد فاصلة ترتيب واحد، إذا ناقص واحد هنا أو مبدأ أو، إذا ناقص واحد واحد، إذا هنا النقطة إن، إذا يمكن أن نرسم هذه الدائرة باستعمال المدور. لاحظ جيدا إذا تشمل مركزها بي وتشمل إن، إذا نفتح المدور هكذا وننشئ هذه ونرسم هذه الدائرة، هذه الدائرة سي، الدائرة سي مركزها بي وتشمل النقطة ان. لاحظ جيد هنا لو أردنا حساب نصف القطر حسب الموصوفة، لاحظ جيد نصف القطر هو واحد اثنين ثلاثة، إذا الطول بي ام هو نصف القطر،
هنا هو نقطة نصف القطر هو R تحت R يساوي 3. نطبق الخصيمة اللي درسنا سابقا. إذا نصف القطر هو R تساوي الطول AB AB، فنقوم بحساب AB تساوي الجذر التربيعي دائما لـ XB ناقص XM مربع زائد YB ناقص YM مربع. نطبق التطبيق العددي MP يساوي الجذر التربيعي دائما XP عبارة عن 2 ناقص XM يعني ناقص ناقص 1 مربع زائد YP هو 1 ناقص 1 ناقص YM 1 ناقص 1 مربع. إذا MP تساوي الجذر التربيعي 2 ناقص ناقص 1 عبارة عن 2 زائد 1 وبالتالي الناتج هي 3 مربع. إذا 2 زائد 1 3 زائد 0 مربع. إذا AB تساوي 0 مربع 0، إذا عبارة 3 مربع عبارة عن 9 زائد 0، بالتالي يساوي الجذر التربيعي لي 9. أخيرا نصل إلى AB تساوي 3. لاحظ جيدا حسب الطول الجذر 3 1 2 3 حصلنا على الطول AB يساوي 3. إذا الآن نصف القطر عبارة عن يساوي 3. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.